السلام عليكم. الترجي الرياضي ينهزم هدف لصفر امام الاهلي المصري لحساب اياب نصف نهائي رابطة الابطال الافريقيه. للاسف الشديد ردت الفعل اللي كانت تنتظر فيها جماهير الترجي الرياضي اليوم امام الاهلي ما كانتش موجوده. عباره نحكيو على مباراه ذهاب ملعب ارادس، نفس الشيء، اتعس نصف نهائي شفته في حياتي، أتعس نسخة بالنسبة للترجي الرياضي كيف شفتها في حياتي. يعني مباراة ذهاب من غير جماهير، مباراة عودة كيف تكاد تكون من غير جماهير، وبعد يحكي لك على الكرة الإفريقية. على كل حال هذا موضوع، لكن نقعد في موضوعنا الأصلي هو هزيمة الترجي الرياضي. عملنا حلقة على المقابلة وهبطناها في القناة الثانية وحسبناها جزء أول وهذا جزء ثاني. في الجزء الأول حكينا على أخطاء محمد صدقي الدبشي والخطأ الكارثي اللي قام به والهدف اللي سجله فتحي الشحات على ما أظن هكا الشحات. ثم اللي قال لي يا أخي ما شفتش الخطأ الثاني، نعرف الخطأ اللي في 67، أما وقتها ما عادش فيها كلام يا معلم. الترجي الرياضي وقت اللي كان ثم حسابات في مباراة الذهاب محمد الصدقي الدبشي هردها ونحى الحسابات كلها على جنب. في مباراة العودة وقت اللي كيف الترجي الرياضي حب يعمل ردة فعل، ردة الفعل اللي تتمثل علاش لا في انتصار أو أقل القليل تعادل، ولو انه تعادل لا يعتبر ردة فعل بالنسبة الفريق في قيمة الترجي. كيف محمد صدقي الدبشي اهردها فكل الخرجة لا تايمينج ولا هم يحزنون، عبارة نحكيه على حارس مرمى متعبطها. يعني بعد ما هردها في مباراة الذهاب والإياب ما عادش فيها باش نحكيه على خطأ 67 و68 وخطأ 82. محمد صدقي الدبشي ما نجم نقول عليه كلمة واحدة لا يستحق باش يكون متواجد في التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي ولا كيف في قائمة الترجي الرياضي. صحيح راه حكينا على الخرجة الغالطة لمحمد صدقي الدبشي وما حكيناش كيفاش اصلا الكره وصلت الغادي والهجمه نتاع الاهلي المصري كيفاه بدات. خاطر الحكايه راهي تنجم توحل في محمد بن علي الظهير الايمن، يقول لك كيفاش مسيب مهاجم الاهلي المصري هكاك وحده واللعبه لعبت عشيره لمين، وشفناه هو كيفاش خلط عليه. ليه راهو عمل لي فور باش يوصل للمكان هذاك على خاطر بدايه الهجمه غيث او سي غيث الوهابي في وسط ميدان الترجي الرياضي ويلعب ضد فريق اسمه الاهلي المصري ويلعب ضد ملعبيه كبار في الاهلي المصري. وقت اللي تاخذ كره وتقعد تخمم ثانيه واثنين وثلاثه شنو باش تعمل بها، راهو ملعبيه الاهلي مش باش يقعدوا يستناوك. محمد بن علي جات الكره عند غيث الوهابي بطبيعته هو بلغه الكره باش يطلع على الشارع اليمين باش يعمل الكثافه الهجوميه للترجي الرياضي. سي غيث الوهابي تتفكلوا الكره يلقى روحه محمد بن علي اليميني ياخذ كورسيتا وكره الفتحي الشحات هدف اول للاهلي المصري وهو الهدف الوحيد في المقابله واللي انتهت عليه نتيجه الاهلي المصري ضد الترجي الرياضي. لذا النجم نستنجو انه غيث الوهابي صحيح مازال صغير، لكن راهو اللاعب اللي مازال صغير عمره 19 سنه راهي ثم مؤشرات متاع لاعب مستقبل. غيث الوهابي لا ثم مؤشرات ولا هم يحزنون، شفناه هذا في مقابلاته اللي خاضه مع الترجي الرياضي وكيف مع المنتخب التونسي للأواسط والدورة الأخيرة دورة كأس إفريقيا للأواسط في مصر. ملاعبي ما تنجمش تبني به الهجمة، مقوي كان بدنيا أما ضعيف فنيا، ضعيف تكتيكيا، الشواء متاعه غالط. يعني قوة وفنيات والوهرة متاع غيث الوهابي انه باش يعطيك باس متاع متر وزوز متر وصاحبه اللي هي تتسمى لمسة سلبية زايدة ما ثماش علاش وباش تضيع لك برشا وقتك. اما وقت اللي باش ترى غيث الوهابي هجوميا وباش يبني الهجمة صراحة ضايع فيها اكثر من ما احنا نقولوا اكثر من فرصة او اكثر من تمريرة، لا غيث الوهابي اكثر من 10 تمريرات وزيد احكي كلهم خاطئين كلهم فكهم لادفرسير. حتى وقت اللي يحب يفسك لادفرسير رك تشلق على روحك، لذا ما تتعلطش بلغتنا احنا بلغه الكره على بدنك. مشلق على روحك يلزمك تعطي باس خويا وتريد، اما انت مش تعمل باس مون جومب وكالريق هذاك الكل راهو خاطئ. ممكن ملاعبي كان باش يلقاه الترجي الرياضي باش يلقاه في مقابله بتاع بطوله ضد فريق صاعد من رابطه
الثانية الملعب نتاعو في حالة ما تنجمش تكور فيه، وقتها تنجم تلقى غيث الوهابي هاو طلع هاو دنفر هاو هاو طاح، بطبيعة ما ثماش كرة دور ما ثم حد شيء، اللعبة تتلعب على الكرة الطويلة وتتلعب على كاريتي، هاي كورنير هاي كفران، وقتها ممكن تلقاها غيث الوهابي، أما مش تلقاها في لعبة طب التيران الزربية وكونتر فريق كبير وانت يلزمك تعرف كيفاش تخرج بالكرة نظيفة واللعبة يلزمها تكون سريعة. هذا الكل غيث الوهابي إلى حد الآن خطيه، والكلام هذا راهو كيف كيف موجه حتى المنتصر لوحيشي، راهو ما ثماش علاش باش لزموها علينا في المنتخب التونسي في مونديال الأرجنتين. والحقيقة تقال راه كيف وكيف بعض من الملعبية وسط الميدان واضح متكون من محمد الدربالي لاعب الأولمبي البيجي اللي أفضل ممكن خيار يقوم به الترجي الرياضي لو ينتدبوا وسمعنا وحكاية باين معناها الدربالي بنسبة كبيرة الموسم المقبل باش نلقاوه في الترجي الرياضي، ويلزمه يكون متواجد في الترجي الرياضي لو الترجي الموسم المقبل باش يلعب على رابطة الأبطال الإفريقية على الدوري كيف كيف الإفريقي. لذا غيث الوهابي باش نلزموها علينا راهو ليه وسط الميدان المنتخب باش يكون متكون من محمد الدربالي، عندك سامي شوشان، وكيف كيف لاعب ليون الفرنسي شايم جبالي. توقف لي مخي في المقابلة الملاعبية يا معلم، ردة الفعل يا ريمونتادا، هذوما المناظر هذوما متاع ريمونتادا متاع باش يرجعوا الترجي، هما ما وصلوش باش يوفيهم المقابلة إكس، نحكيو على ريمونتادا ونحكيو على 4-0 اللي وقف لي مخي. الدقيقة 37 الترجي الرياضي منهزم هدف لصفر، وقبلها في ملعب رادس منهزم 3. طريقة والوقفة متاع الملعبية عبارة العكس، عبارة الترجي الرياضي هو المنتصر وهو كيف كيف اللي ربح 3 في ملعب رادس. كرة عند الديفونس متاع الأهلي المصري يدوروا فيها ويد السونتر، وعشرة ملعبية من الترجي الرياضي في الزون متاع الترجي، زعمة البلاسمون متاعهم صحيح ويعملوا في البالونسوار، ماشيين على اليمين وماشيين على اليسار والوقفة صحيحة. الوقفة هذيك راك وقت اللي تكون منتصر، اما وقت اللي تكون منهزم معلم يزمك تجري ورا الكورة، يزمك تاكلوا الحشيش، يزمك حشيكم كل كلب يمين يسار باش تفك الكورة، مو زعمة وقفة صحيحة. الوقفة هذيك كان تدل على حاجة، تدل انه اليوم ملعبية الترجي الرياضي خايفين من سكور، على خاطر نحكيو على عقلية متاع ملعبية توانسة، نحكيوش على عقلية متاع انجليز ليفربول ينتصر 7-0 على مانشستر يونايتد عادي جدا نهارين 3 أيام وتتنسى الحكاية. احنا مازالت العقلية متاعنا متاع نخافوا من سكور وما يلزمناش حتى كي نخسروا ما نخسروش بنتيجة ثقيلة. كيف عندك اللاكس يا اخي ياسين مرياح، يا دي ياسين مرياح فاشل، نحبه ولا نكره، ريت ياسين مرياح ملاعبي فاشل، اما احنا للاسف الشديد اللي هلكنا والله اقسم بالله ريتو اللي هلكنا شنو الملاعب اللي يكون ايكيب ناسيونال ويجي مع فريق تونسي يلزم نردوه ما نعرفش شكون باش يكون متواجد في المنتخب، ما يهمناش المهم منتخب. انا شفنا بعض الملاعبيه ياسين مرياح يلزم يكون في المنتخب، شنو قدم للترجي الرياضي على اساس ستار على اساس كانافارو جي للترجي الرياضي؟ اقسم بالله محمد علي يعقوبي ممكن كان يرجع الفيزيك نتاعو شويه وعمره 70 سنه خير منه. كيف رانا نحكيه حتى على النادي الافريقي معز حسن وهو حتى ايمن البلبولي ولا عمره 83 سنة وحارس مرمى يستحق باش يكون متواجد في المنتخب. يعني احنا كجماهير للاندية ساعة رانا بالعاطفة متاعنا نهلكوا الاندية متاعنا. شنو هو ياسين مرياح؟ لاعب عادي واقل من عادي، شوفناه في كل تجاربه في اوروبا فشل، حدث ولا حرج على محمد علي بن حمودة. والله العرفاوي راني ما نجمش نلومه، ملاعبي وقت اللي يقول لك يكون في ساقيه زوز مقابلات ومقابلات صحيحه ومصيريه نجمش تحكم عليه، اما محمد علي بن حموده والله راهو طارق ذياب ذيب يعرف اش يخرج من فمه. ملاعبي كبير تحب ولا تكره وقت اللي يخرج كلمه راهي في بلاصتها، وقت اللي قالك هجوم الترجي الرياضي ما ينجمش يفوز على الاهلي وما ينجمش يتاهل على الاهلي للنهائي بهجوم مستقبل سليمان راهو السيد مش يكذب، لانه محمد علي بن حموده صراحه اختانا من الترجي الرياضي، هو اصلا ما يستحقش حاليا باش يكون في هجوم مستقبل سليمان، وراني حاشم على روحي مره اخرى كيفاش في وقت ما حكيت على محمد علي بن حموده وقلت المهاجم هذا يستحق انه ياخذ فرصه في هجوم المنتخب. في حال بلغتنا نقولوا تصير على اكبر العائلات، راهو مستحيل فريق باش يعدي لك 10 و20 سنه من غير ما تمر عليها
أزمة. الفريق الكبير هو اللي وقت اللي تمر عليه الأزمة يعرف كيفاش يتعامل معها. ريال مدريد مرت عليه أزمات، ميلان كيف كيف، برشلونة كيف كيف، بايرن، مانشستر يونايتد، يعني ما ثماش فريق ما تمرش عليها أزمات. لذا الترجي الرياضي مرت عليه الأزمة، لكن أكيد وقت اللي جماهير الترجي الرياضي وصلت لنصف نهائي رابطة الأبطال ومش عاجبها، هذه نقطة إيجابية، هذه تدل أنه الترجي الرياضي باش يرجع في أسرع وقت ممكن للطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو بالتأكيد الموسم المقبل وقت اللي إدارة الترجي الرياضي تنتدب ملعبية في قيمة الترجي وتنتدب كيف كيف مدرب في قيمة الحدث. حلقتنا اليوم وفات كالعادة، البياري متبقى كبش، يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، سلام.